أنا كده خلصت الجزء اللي هو يعني المكتوب اللي احنا دايما بنبقى حريصين في المناسبات ديت ان احنا نسجله، لكن في جزء كمان دايما بتكلم فيه معاكم بقلبي لكل المصريين. من كام يوم كنا بنتكلم وقلت ان استقرار الدول والحفاظ على امنها ومستقبلها امن بيتحمله مش الحكومه بس، ومش بتتحمله القياده بس، لا بيتحمله كل افراد الشعب. كل الشعب المصري مسؤول عن امن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. انا بقول الكلام ده في وقت صعب قوي قوي، زي ما انتم شايفين المنطقه بالكامل، يعني مش المنطقه بس، العالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي، واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والاوضاع اللي بتحدث في قطاع غزه. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في اكتوبر واحنا في حفل تخريج دفعه من ضباط الاكاديميه هنا، والنهارده دلوقتي بعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع. يا ترى ال4 شهور دول او ال3 شهور وشويه اللي عدوا دول عدوا علينا بسهوله في مصر؟ واحنا كنا قبل منها بنواجه ازمه كورونا، وبعد منها الازمه الروسيه، وبعد منها الازمه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي يعني يمكن اقل حاجه ابتدت نتاثر بها كمان اكتر، اضافه للي كان موضوع مثلا الملاحه في البحر الاحمر. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناه والضغوط الاقتصاديه اللي موجوده في مصر.